مرحبا بنات، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون كلكم بخير وانتو تتابعونا. اليوم راح اسوي وياكم طريقة عمل البسبوسة. هنا أنا البسبوسة اللي راح اسويها راح استخدم اصغر كاسة عندي، وبنفس الكاسة راح اقيس كل المقاييس اللي احتاجها للبسبوسة. يعني راح اقيس بها الشكر، الحليب، جوز الهند، الزيت، السميد، كل هاي الشغلات راح اقيسها بنفس الكاسة. انتو اذا مقداركم عائلتكم كبيرة استخدموا غلاس، او مثلي اذا عائلتكم صغيرة تقدرون تستخدمون اصغر غلاس عندكم بالبيت بنفس المقياس حتى تطلع عندكم النتيجة مضبوطة 100%. هنا راح نستخدم اول شي بيضتين، هسه راح اخلي قشطة. هذا القشطة شوفوها، هذا العلبة الصغيرة، العلبة الصغيرة وحدها ما راح تنطيني القياس اللي انا اريده، فالافضل استخدم مغلف ونص، واذا كان عندكم العلبة الكبيرة استخدموها كليتها، او قيسوا بنفس الجلاس اللي راح تستخدموه لي. فراح اخلي هاي وحدة خليناها، راح اخلي نص علبة وياها. أنا مسبقا قايستها ودا أنطيكم المقدار، يعني استخدمتها قبل مرة من مسوية البسبوسة. وإذا كان عندكم علبة قشطة جاهزة، يعني هاي العلبة ما نستلة أو أي علبة قشطة، تقيسون كل المقادير مالكم بنفس العلبة مال القشطة حتى تطلع عندكم مقادير أيضا مضبوطة. هنا خلينا كاسة حليب، أي نوع حليب، وراح أخلي كاسة شكر، كاسة جوز هند. نخفق. هخلي كاسة زيت. كل المقاييس قسناها بنفس الجلاس، اصغر جلاس عندنا مثل ما قلنا او بعلبة القشطة، ما عدا السميد. السميد راح نستخدم جلاسين. اوكي، هذا ثاني جلاس. وراح نخلي بيكنج باودر، اذا انتم تستخدمون هاي النوعيه من البيكنج باودر فظرف واحد يكفي، واذا ما كان عندكم متوفر كان عندكم بالعلبه يعني تاخذون ملعقه كوب تخلون بيكنج باودر.
وهسه راح نخلط كل المقادير مالتنا، نمزجها زين. اوكي هسه اصبحت عندي جاهزه، راح احضر القالب وادهنه ونخلي بيه البسبوسه. راح نجهز القالب وياكم، نخلي شويه زيت وندهن البايركس. اوكي هسه راح ندير الخليط. نعدله، نطلع من عند الهواء بهالشكل هذا. وهسه راح ادخلها الفرن، خلينا شغلناه على 180 بس تستوي عندنا. راح نطلعها من الفرن ونشوفكم ايش راح نسوي بالمرحله الاخيره، فانتظروني. اوكي اصبحت جاهزه عندنا البسبوسه، راح اقطعها وياكم. اوكي هسه قطعنا البسبوسه مالتنا. اذا تتذكرون فيديو مسبق سوينا وياكم الحليب المحلى، هسه اجى وقته راح نسقي بيه البسبوسه مالتنا. راح اخلي لكم الفيديو مالته برابط الوصف، تقدرون من هناك تدخلون على الرابط رابط الوصف وتشوفون كيفيه عمل الحليب المحلى بالمنزل. اوكي هسه الحليب المحلى عندي، ضفت عليه شويه مي خففته وراح اسقي بيه البسبوسة مالتنا. بس البسبوسة تمتص عندي الحليب، لأن يعني اكو ناس يسووه بالحليب المحلى واكو ناس يسووه بالشيرة، انا حبيت اسويه وياكم بالحليب المحلى، انتو تقدرون تسووه بالشيرة يعني اقصد بها القطر. وايضا راح اكتب المقادير مالتها برابط الوصف تلقوه. هذا الحليب المحلى اللي سويته وياكم مسبقا بحلقة سابقة، شوفوا قوامه شان حلو، وأفضل من الجاهز لكونه ما يحتوي على أي مواد حافظة، ويكفي إحنا نسويه بإيدينا ونستمتع بهذا الشيء. إذا تحبون تجربوا راح تلقون المقدار مالته بصندوق الوصف. هسه راح نزين البسبوسة المتوفر عندكم بالبيت، فستق، جوز، جوز هند، اي شيء تقدرون تزينون به. انا زينت بالجوز وبجوز الهند. وبهالشكل هذا انتهينا من البسبوسه.